السلام عليكم. من حق هالمرة تقول داري وحدي؟ ايه واش حبيت انت؟ تما انا نعطي لك اختي تديع، ما تقدر ما تفهم لكش مع يماك، انت تجي تقول لي يما فوق كلش وطلق لي اختي وترميها لي ولا كيف؟ ولا انا اختي لاقيها في زوبيا، ولا انت يماك يماك وانا اختي لاقيها في زوبيا. لا لا خويا، من حقها، حبيت تجيب مرة تعيش مع يماك، روح تجيب بنت خالك ولا بنت عمك ترفد لك يماك تعيش لك مع يماك. ما تجيش نعطي لك انا بنتي باش تديها انت تزوج بيها، غدا ما تفهمش مع يماك على جال الباسكيت ولا جال المقلة ولا ما على باليش انايا، تجي تطلقها لي وتقول لي انا يما فوق كلش. وعلى هي ما عندهاش والديها، ما عندهاش خاوتها، ما عندهاش، وانت جاتك بيزار. لا لا ماشي بيزار خويا، انت على بالك باللي 1% بتزق لك تعيش مع يماك، هذه معروفه هذه. نص شوف طالق له في دار شرع، انا برس كل يوم انا نروح دار شرع، طالق له في دار شرع غير على العجوزه مع العروسه، من بكري ما عرفها بلي عروسه العجوزه ما يتفاهموش. وانا هلطك بنتي انا بعد خسرها لي وترميها لي، ما فهمتش. ما تجي تقول لنا يما فوق كلش، ما همنيش انا اخويا العزيز، ما نعطيها لكش. ومن حق هذا راه وحده، حبيت اني فهمتك، حبيت تجي مرة تقعد لك مع يماك، روح تجيب بنت خالك ولا بنت عمك، هي تعيش لك مع يماك فهميت، تقعد لك مع داركم. وحده براويه ما تقدرش تطلب الدارها، من حقها، من حقها تعيش، من حقها الحياه. اي بيان سور، علاه تروح تضيع تريسكي بها تضيع حياتها، تروح تعيش مع يماك وما تقدر ترميها نتايا وتخرج برا تقول لهم انا يما فوق كلش. ولا هذه الطفله هذه لقيتوها في الزوبيا ما عندهاش والدين، الناس قاعده تداوس. وهذه من بكري خويا العزيز، من اللي تنخلقنا حنايا والدينا بلي عروسه العجوزه ما يتفهموش، من بكري عليها ما تروح تقمر معاك هي وتروح انتم تقولوا البلاد، تقولوا داري وحدي، ما لا واش حبيت انا مليح كما شط لك والو دارها وحدها. من حقها كانسان، من حقها كبنادم يحب يعيش بيان سور، يفيتي المشاكل. دارها وحدها صافي، بادر بلي حابه راه ليبرتي، بالعكس دارها وحدها باش تعيش في دارها لاباس، ما يكونش دواس، ما يكونش يعني كان ايطاج تاعها وداركم من تحتها معليش، كوزينه وشومبره تعيش معاك نورمال، المهم باش تفيتي المشاكل. هذه هي، والسلام عليكم.